يلا يا حلوين، ركزوا معايا واسمعوني. هحكيلكم قصة سيدنا آدم النهاردة. سيدنا آدم اتخلق من الطين، والملائكة من النور، والشياطين من النار. ولما خلق سيدنا آدم نفخ في الروح، وعلمه كل أسماء كل حاجة، وقال له وسكنه في الجنة، وخلق له من حوله عشان تغنيه في الجنة. وبعد في الجنة وقال له كل من الشجر دي كلته إلا شجرة واحدة بس. الشيطان قاعد يقول سيدنا آدم كل من الشجرة يا آدم، آدم نسى كلمة الشجر. وربنا نزل سيدنا آدم في فين وستين في مكة. قعدوا يدوروا على بعض فبعض أيام لما لقوا بعض على جبل عرفات.